نعالجها ازاي الصدفية؟ فاضل حاجة بقى كمان، الأماكن اللي هي بقى مشهور عنها بتطلع. يعني احنا بدأنا بالأماكن الغير مشهورة عشان نخلص الأماكن بتاعتها وبعدين نشوف العلاج. الأماكن الغير مشهورة احنا قلنا حوالين الشفايف، الإيدين، باطن القدمين. طبعا بيبقى حاجة تضايق جدا لما عيان جاي لي أو عيانة جاية لي مثلا بقى لها 5 سنين بتعالج عنها حساسية أو إكزيما، ممكن في الإيدين تتلخبط، الصابون، الخاتم، مش عارف إيه، ماشي. لكن الحساسية اللي هتيجي في باطن القدمين هتيجي منين؟ هي باطن القدمين بتعرضوا لإيه؟ يعني حتى نشغل عقلنا، يعني حاجة بتيجي في باطن الإيدين وباطن القدمين في نفس الوقت. هنا هنقول من الصابون والمواعين ومش عارف إيه والحاجات دي، طب باطن القدمين بيتعرض لإيه؟ عشان نقول إن دي ما كلمة حساسية لازم تكون حساسية لحاجة معينة، يعني هي نتيجة لسبب. فين السبب بتاع باطن بتتعرض إيه؟ باطن القدمين ده طول الوقت في شراب او لابس حذاء او حاجه. الاماكن بقى الشهيره ليها قوي الكوعين والركبتين. يعني دول ما يعني ممكن دكتور لسه متخرج يشخصه، اللي بتبقى هنا في الكوعين او في الركبتين. لكن احنا قلنا الاماكن الغير شائعه او الحاجات الغريبه علشان الناس تاخد بالها ان ده مش مجرد حاجة هروح فيها لخبيرة بشرة اللي هي مش دكتورة علشان تقعد تديني شوية كريمات وكريم بالكافيار وكريم بالذهب وكريم النصب. ده العلاج يا دكتور؟ العلاج بتاع الصدفية برضو ما ينفعش يبقى موضعي. يعني لازم يبقى علاج دوائي. لازم علاج دوائي. ولازم علاج دوائي من خلال طبيب بيشتمل الحاجات الموضعية بنستخدمها. شامبوهات مخصوصة فيها مواد مضادة للصدفية، كريمات مخصوصة، لكن العمود الفقري هيبقى علاج دوائي. العلاج الدوائي بيعتمد على 3 مجموعات رئيسية. طبعا مش هنقول أسمائهم، بس بنقول الطريقة اللي بيشتغلوا بيها. في مجموعة أدوية بتشتغل عن طريق انها بتقلل انقسام الخلايا، فبتقلل ظهور القشر ده، لان القشر ده بيطلع كل شويه وبيضايق المريض وبيعمل له احراج جامد قوي بالظبط، وخصوصا في منطقه الايد. يجي حد يسلم عليه بقى والملاحظات السخيفه بتاعت بعض الناس وايه القشر دوت وكده. وطبعا احنا زي ما قلنا بنسبه 100% انها غير معديه، فمش محتاج اي احتياطات عدوى، بس ممكن المريض يتاثر نفسيا بنظرات الناس له. الناس يا دكتور عندها الوعي الكافي للأسف. وعارفين ان الصدفيه دي مش معديه، يعني في ناس كتير بتخاف، يقول لك ده مرض جلدي وزي ما جاله ممكن يجي لي. لا احسنت، لا هو مش معدي خالص. في مجموعه تانية من الادويه بتشتغل على الطبقه القرنيه بتاعه الجلد. في المجموعه الثالثه ودي الاحدث، هم اللي المجموعتين اللي انا قلتهم الاول، دول بيستخدموا باستمرار لازم. وبزعل جدا لما الاقي المريض جاي لي قاعد بس يستخدم بقاله مثلا 3-4 سنين، يقول لي غريبه وما بتروحش بيستخدم. ومن هنا جت فكره ان هي ما بتروحش، لانه بيستخدم حاجات موضعيه بس. الحاجات الموضعيه ممكن تخلي الاصابات اللي موجوده دلوقتي تروح، لكن ما تمنعش ظهور اي اصابات جديده. تمام. المجموعه الثالثه من الادويه دي احدث نوع بقى، ده كان لسه نازل على مستوى العالم، ده احدث علاج للصدفيه. بنسميه العلاج البيولوجي. ده فعلا بيجيب نتيجه حلوه قوي، حيث تفشل العلاجات الاولانيه اللي هم النوعين لما ما يجيبوش نتيجه او يجيبوا نتيجه وترجع. العلاج البيولوجي ده هو افضل علاج موجود دلوقتي، ويناسب كل الناس يا دكتور. ويناسب كل الناس. بنعمل لهم بعض التحاليل قبلها، تحليل روتينية يعني عادية، وبنستخدمه تحت إشراف طبي بالإضافة للحاجات الموضعية زي الشامبو والدهانات الموضعية، يجيب نتيجة كويسة.